السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا نور حسن. لو بتشوفوني لاول مره ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد دايما. ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو لو عجبك، وان شاء الله الوصفه بتاعتنا النهارده هتعجبك. انا من عشاق حاجه اسمها رنجه وفسيخ وسردين مخلل، كمان ما خليتش حاجه ما خللناهاش. انا بحب السردين المخلل ده جدا بصراحه، بخلي ماما تعملهولي بطريقه سهله جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. طريقتها حلوه قوي والحاجات يعني بسيطه جدا، اللي هنستخدمها الملح والشطه والزيت بس، مش هستخدمي اكتر من كده. اهم حاجه السردين يكون السردين اللي هي الناعمه دي زي ما كده انتم شايفين في الفيديو. خلاص دول 2 كيلو من السردين اللي هنخلله مع بعض. بنغسله كويس جدا وبعد كده بنحطه في مصفى ونسيبه بقى يتصفى من كل المية اللي فيه دي، ينزل المية اللي فيه دي خالص. وبعد كده كل اللي بنستخدمه حوالي 3 او 4 معالق كبار من الشطة على حسب انت بتحبي شطة قد ايه، هو يعني طعمه برضو ما بيبقاش باين فيه قوي. وكيس من الملح، كيس واحد ملح وكوباية زيت، كوباية المج العادي ده. خلاص كوباية زيت، كيس ملح، وتلات او اربع معالق كبار من الشطة، ونحط الملح على الشطة ونقلبهم كده مع بعض. وبعد كده نجيب بطرمان طبعا يكون ناشف كده، ونحط فيه بقى في الارضية بتاعته الاول شوية من الملح والشطة، الميكس اللي احنا عملناه ده مع بعض، ونحط طبقة كده من السردين تلات او اربع وحدات، ونروح حاطين عليهم الخلطة بتاعتنا الملح والشطة، وهكذا بقى لحد ما نملى البرطمان بتاعنا خالص بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، عشان الملح والشطة يبقوا واصلين لكل السردين. خلاص فلازم نحطي كده واحدتين تلاتة والملح على وشهم كده لحد ما تخلصي بقى الكمية بتاعتك. وفي الاخر خالص بنحط على وش البطرمان كوباية الزيت، لا هترجي بقى البطرمان ولا الكلام ده عشان الملح ما يقعش من عليه، هتسيبيه زي ما هو حوالي 12 15 يوم، ممكن كمان 10 ايام على حسب حرارة الجو عندك. هو خد عندنا 10 ايام بالظبط وكان استوى، وبجد كان طعمه حلو جدا جدا جدا. انا بحب الحاجات دي قوي يا جماعة، فاللي ما بيحبوش الحاجات دي ما يتفرجوش على الفيديو. بجد هو حلو جدا، والناس بقى اللي بتحب كده تاكل حاجة حادقة كده ولا حاجة كده نفسها بتروح للرنجة والحاجات دي، تعمل سردين مخلل بالطريقة دي حلوة قوي. وهو زي ما انتوا شايفين دلوقتي حطينا كوباية الزيت، وهنقفل بقى كده البطرمان ونغطيه كده ونسيبه في أرضية المطبخ أو في أي مكان كده 10 ايام 15 يوم زي ما قلت لكم، ممكن كمان 12 يوم. بصوا بقى بيبقى الفصوص بتاعته حمرا كده وحلوه قوي زي ما انتم شايفين هنا كده، ما شاء الله كان بجد حكايه. هتطلعي كده واحدتين او على حسب ما هتاكلي الكميه بتاعتك، تشطفيه كده من الملح تحت الحنفيه وتنضفيه وتحطي له شويه زيت، تحبي بقى تقطعي معاه بصل جزر ليمون براحتك انت وراحتك بقى، شويه بصل اخضر بقى كده، ما اقولكيش الطعم بيبقى حكايه. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي، وما تنسوش تكتبوا رايكم في التعليقات او اي وصفه انتوا حابين ان انا اعملها لكم تكتبوها لي في التعليقات. ما تنسيش بقى تعملي لايك قمر كده زيك، وتشتركي في قناتي لو اول مره بتشوفيني، واشوفكم في فيديو على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.